عرفتهم طيلة شهر رمضان وكانوا معاكم، وصراحة كان عملهم من أكثر مشاهدة الأعمال في هذه السنة اللي هي، وتعودوا طبعا عرفتهم من خلال هذه المقدمة، هم فريق عمل جمل الدهر. أهلا بكم وسهلا معي حيب الله وللرابي. أهلا بك حيب الله وسهلا، ومعي المخرج وصاحب القصة وصاحب العمل والسيناريست زيدان والفراح. أهلا بك زيدان. أهلا وسهلا بك. اللي هي حيب الله تسمح لي نبدأ مع المخرج، بما أنه هو اللي كاتب القصة وهو اللي معدلها السيناريو، وهو اللي هي نبدأ معك زيدان بأخبار القصة أصلا من البداية والطريقة اللي كتبت بها، بما أنك أول تجربة لك في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لجميع الموريتانيين عيد الفطر المبارك، وأتمنى عيدنا عليهم إن شاء الله دائرة عن دائرة بخير وبسعادة إن شاء الله، ويفرج عن بلدنا إن شاء الله الكرب ويشفي مرضانا إن شاء الله. ثانيا نحن هذا العمل قبضناه وحاولنا فيه، خرصنا سابق نبدأ فيه، حرصنا أن نعدل عمل موريتاني بحت. عمل موريتاني بحت شنو؟ عمل موريتاني بحت بمعنى علينا ما نستورد أي شيء من مرقب، معناها ثقافتنا احنا نحاول كان نكيفوها مع 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 درامتنا، معناها نصنع دراما موريتانية ما مأثر فيها شيء، لا موسيقى تصويرية أجنبية ولا حياة الغرب ولا المشرق، حياتنا احنا نعدلوها ونضيفوا لها نوع من التشويق ونعدلوها دراما محلية، ما في شيء مأثر عليها، موسيقى تصويرية محلية، الأسماء محلية، الواقع اللي نعالجه واقع موريتاني، ما نعالجه واقع مدخرة، معناها ثقافة الناس الأخرى ما حاولنا عنا ما نعالج فيها الشيء، أسوأ هو شيء ثقافتنا احنا، واقعنا احنا، مشاكلنا احنا نطرحوها ونلودوا لها الحلول، نسوقوها للمجتمع ونحافظ مع اننا نضيفوا له شوي لمسة درامية، معناها التشويق، ونعدل نقعد الناس قدام، والأول مرة يعدل شيء 30 دقيقة، الحمد لله رب العالمين الفضل قاعد نجاح. 30 دقيقة مدة الحلقة أول مرة، أول مرة في تاريخ تاريخنا. والفضل في نجاحه يعود الحمد لله رب العالمين منا من الله تبارك وتعالى، والمشاهد الكريم اللي جازي درع قاعد لا فيه ياسر من ملاحظات اللي هي البداية، طبعا في البداية وفيه الهفوات قد تعود بداية لبينا تنطرح في المجال تبني عليها الناس كاملة ونتحموا عليها، ما هو نحن للمجال كامل للناس فرت تبدأ فيه إن شاء الله، وحاولنا صاع لأننا مع هاي النقاط اللي هي طرحنا قدامنا انتين نبدأ في العالم في العمل نقاط من أهمها قلت لك على ثقافتنا. ثانية هي طبعا انتم عكستوا بها الصورة من صور المجتمع الموريتاني اللي نحن عايشين وفيه ياسر من المشاكل اللي قطعا عن عانوا منهم فاصلين بيسلط عليهم الدول شتى أخبار. يا غير القصة قلت عنها كتبتها من أجل هذا العمل، قصة مكتوبة من أجل هذا العمل اللي هي لولا انكتبوا حلقاتها وجهزت حد فريق العمل جو وتبارك كل واحد منهم يتدرب على دوره على حيده. ثانيا نختار نقول على ان بالاضافه على ان الطابع المحلي حاولنا نظهر نقاط في المسلسل اهمها تعاضد وتناسق وتالف مجتمعنا. نوخذه في طريقه ما هذه الممشوشه، معناها نوخذ موريتاني ما يفاصل فرقه يروج لها على انها خوت، موريتاني خوت، نجيبوها ما سميناها نعت تكاتف وتالف وتعاضد المجتمع من غير على ان نقولوا على انها خوت بالطريقه الممشوشه التقليديه، نعت حياتنا، حد شاف حياه موريتاني يعرف عنها خوت. حيب الله تشعرك يا كريم. ان شاء الله الحمد لله. نفس اسمك اللي معروف هو اسم العود هو اللي عملت به في المسلسل. نعم. هو اللي اشتغل تحته من درك. أنا قصدك به ياك تعيش الدور وتعد انت هو بدل من عين نشوفك في اعمال اخرى عندك اسماء اخرى ما هي حيب. شكرا للسؤال. عيد سعيد لنا ولكم وللمسلمين كاملين، وحيب الله الاسم اللي بدأت لي به هو اسم اللي معروف به اللي نقص اسمه أنا عود مريث، وجزاكم الله خيرا الأساس واشتغلت فيه في المسلسل. لكن نحس إلى أنه طبيعي ما نعطي صورة والله نتكلم مثل الأحيان. ثانيا مسلسل جمل الدهر تقريبا مسلسل هو مثل حساني المهر الشعبي هنا مثل الشعبين قالوا جمل الدهر الملك راك ركب إليه. هذه الأسرة العدلة المسلسل ركبت إلى الجمال كامل
بجميع أطيافه بغض النظر عن كل شيء وتآله وكل ينتمر صاحبه حاس أنها ما هي رواية مصنوعة هي الحقيقة. وروح الفريق. الله وفي روح الفريق والفضل مع مولانا سبحانه وتعالى وذل هذا الراجل بارك الله فكره مصبوله. طبعا المخرج هو صاحب. واضح له هو اللي لا يعدل شنو وإحنا مولينا جناه باللي خرصي يقولوا لك قضان سابق وجابر الدربي. إجبر ذي اللي معدل هو اللي هو القاع كنا إحنا ندور من خلال الحمد لله ساعدته للتنفيذ بقناعة. والله بقناعة. وحتى شايف المسترشي يكون ما هو تمثيل شكل أنها حياة طبيعية ومقنع. والتمثيل عادة هون عندنا يعود شوي من التكلف. تكلف أيوة. يقير المسلسل صراحة عاد أكثر إقناع من أنا شوي طرف نقولها لك قريبة عندي أيام جيت لنزورها عندي فترات لين نطيم ولا حشا كنت قالت لي أنا حيب الله أنا ماني شاكة لأنك في كذا من اللعبة قلت له عندك مثل تتخيم وأنا ماني علم شاكة أنا ذو الحق أنا أختار نقولها شوي سابق ماني مقاطع بها حيب الله أنا حامد مولانا وشاكر ومنع لي مولانا بذل الفريق اللي اشتغل علي انا كل واحد منهم تريد نعطيه دور يعود لي هو اللي يعيشه لان تلاقوا يبكوا حقيقيه تشك عنهم واحد منهم تضرر منه والله اللي شاكرهم ونعر عنهم هم اللي تروني انا هم الفضل الى عد نجح نجح بهم هو ما هو بي انا لا لا العكس انا هو اخر حد نجحت المسلسل هم انا سر نجاح وسر نجاحه على انهم اخوت اولا لانهم اللي عدلوا أنا نحس إنهم ما متكلفين فيه. العمل ما فيه تكلف بسيط. نتابعي تخرصي حلقة تقولي عن الراس ذي حياته متبادلة. أرانا بعد محيين عمر هو أخونا رقم عنهم. فريق كامل. محيين كامل يقير تحية خاصة تعرف لهم ما بهماش مو أصلاً معروفين بالجانب الكوميدي كانوا. خرج عن شخصية وخرجوا تماماً من الشخصية النمطية اللي كانوا عندهم. ابدعوا وجازين وبدعوا قاع واحد واحد يقير خرجوا عن ذاك القط شين عندي عني لهنا نوادعكم وشين نعرف عنها عند المشاهدين قال لا مستسمح المشاهدين مستسمح منكم انتوما لهي ان شاء الله تعالى نوادعوكم وعيد مبارك سعيد ولهي نعيطوا لزميلين مازالوا عندكم اللي يجونا والمشكله تعرف المشاهدين لا يخفى عليهم الوضعيه اللي نحن فيها نظرا لذاك التباعد الاجتماعي ما قدرنا نجيبوا الاستوديو اكثر من رقاشي مشكورا لك انت معي اول مره تطلب مني انك لا تعدلها ما نقبلها غير اول مره ما قدرنا الله يجازيكم بكره طالبه ما تسكر يوم العيد قاع من عاد عيدنا دنبت ان شاء الله عيد علينا العيد الطبيعي اللي كان فم ياسر بعد نختار نقولوه يا قرر والله اللي حق ان شاء الله براس اخرى ان شاء الله انت نفتح لكم في اخبار والله اللي مهنئينكم عليه الله يبارك فيكم ان شاء الله والتلفزيون لا ننساو سابقنا اعطيني دقيقه شوي نشكر وزارة الثقافة على الدور العدلت السابقة العدلت اللي نقول سابقة بالاهتمام بالثقافة ما هو قاعد على مستوى نحن وحدنا على مستوى نشاطات كاملة لتخلق ظرف ونشكر تلفزيون موريتانيا على حجم التعاطي وحجم اللي قدموا لنا من خدمات والتسهيلات في العملية شاكرهم وشاكر المشاهدين على سعة رحمهم وتجاوزهم عن أخطائنا الياسر هذاك طبيعي في أول عمل شكرا جزيلا لكم ومشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد قليل بحول الله أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لازلنا في هذا البث المباشر بمناسبة عيد الفطر المبارك ومازلنا أيضا مع فريق عمل جمل الدهر أهلا بك حبي نجاي وأهلا بك بونا والميد أهلا بكم وسهلا حبي جينابا باردون جينابا دورك كان في المسلسل دور مهم وكنتي محضر خير فيه وكانت شخصية طيبة فيه من درك كانك وساكت نفس السؤال اللي به اللي لفت انتباهي عن قالبية المسلسل عندهم نفس اسمائهم الأصلية من درك كانك دور الوساكت تعيش بيك ذاك عنك عشت من نفسك نفس الدور بك اللي عندك نفس الاسم ايه بسم الله الرحمن الرحيم بندر عبد نسلمني أمي جوري مون bidiya kadi to gondo no gondo don fofi wa jam Allah jogo on yalla wadan men korka men jabaado o don jarlo don jafo o don dacca hakke dor al adil tiyani jena banjay
شين عندي يعني بعد تحيتك للمشاهدين الكرام خصوصا هالبرار يعني ما قد نحيي المشاهدين بنفس التحيه. جزا الله خيرا. غير بعد محيينهم ب جزا الله خيرا محيينكم انتم كاملين. مسلم عليكم زينب دمن جاي طالبه لكم السماح وحييكم رمضان رمضان زين راه شحال كريم. والدور العدل جانا جناب زين عندي مولي عايشه فيه بلي انا بل ساكنه فيه ما نعرف بيوان وانا اعرف لوكوار ولا نعرف ولف نحن كامل واحد سياني كامل. والدور عدت مولي نينك باوتو زين عندي فرحانه بي نختار مولي تقود الناس كامل كيفتي يعني حد منه يسمع كلام لوكوار وحد منه يسمع كلام بيوان تقود الناس كامل بعد يعلم بي انه ذي خالق مسلمون انا فور واحد بيوان ولوكوار وولف ناس فور واحد ود واحد دور زين عندي ذو البيه وعدلتو ما نرقد ما نين ود صف تحت فيه ما نرقد نتخمم شلين عدل بيه سم ليلي ما متانا تاكو الله يام يد سفر حلف لار فوق غوتوم يمبي فوف يوندن دونغونا نتو غوت سب كلوم ناوراتا ليديس دوله ما يمشي نعود عن سوري دولة تمشي لها الناس واحد فعلا المجتمع لابد من يعود كامل متكاتف وفي بلد شخصيتك كانت شخصية تصلح ومحبوبة وخايفة على تفكك الأسرة اللي خلق بين أعمار والبطالة وشين عندك عنهم في تصل مدر كان الحياة اللي هي اللي في المسلسل كانت إشي هي اللي تعيشي في الواقع نظرا لأنك اندمجتي في الدور وحتشافوا شك عنه حقيقي يا اخي خليك حد ناس كامل يشك انه حقيقي باللي سمعنا كلام ياسر وحدين قال يلي نعدوا نحن مسلسلين نخو بدية يجوقوا فينا به حمام يام البارح بالتالي مسلسل انا خوت قايس دايسات جمع اللي حصروا علي الناس يسولوني ذي حق والله ما هو حق اسك انت جي زوجك حق حق والله لا مسلسل تحية أيضا للزميل جاي اللي نجي كنت بونا ولأننا متكلمين عن شخصية سلبية اللي كانت تبارك الله وتقنتها ما شاء الله ولأننا راجين عنها تعود بعد بكل اسمك ذاك ونعرفوا عنها لا عن أنه لا تمثيل بعد أنت خاصة من الخلطة ما عشت الدور بكل اسمك ولهنا ندخل معاك في جوانب من الجوانب العمل بصفة عامة ما هو دورك توحده مثلا شفت في جنريك انك هو المدير المالي للعمل اختي نعرف تسيير هذا وين قال عنكم ودي سبب نجاح العمل عنكم اجبرتوا ياسر من تمويلكم بعض عنه كان كبير هو سبب نجاح العمل. بدايه عيد سعيد ان شاء الله على الموريتانيين كاملين في هون وفي الغربه وفي كل مكان وعيد سعيد عليكم انتم في التلفزيون الموريتانية صورة موريتانيا المشرفة والناصعة إن شاء الله. واللي احنا مشرفتنا ان نعودوا نشوف الاستديوهات بها اللي هي صورتنا للاخر ونعرف انها اليوم تعيش ما تعيش من جودة الصورة ومن نقائها ومن جودة المحتوى والمنتج اللي يقدم وده يشرفنا احنا كممثلين نشتغلوا على الجانب المتعلق بالمحتوى من نشوف تلفزيون يقدم محتوى محترم احنا كبير قادر فينا حتى وزين عندنا. بالفعل انا كنت ماني المدير المالي وحدان المدير المالي والاداري للمسلسل يشمل الدهر وهذا اللي اشرتي له اخبار تمويله هذا اللي من الظلم اللي مارسوا علينا البعض واحنا اليوم جينا ياك نوضحوا ذيك بعض الامور كامل بعض الاسئله التي اثيرت جينا الجواب عليها. لأن بدو بأول سؤال متعلق بتمويل مسلسل جمل الدهر. الواقع أنه الأرقام التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أكثر من مكان لا علاقة لها البتة بالتمويل الحقيقي للعمل. حتى أنه المبلغ اللي يقول 31 خالقين مبالغ فوق ذاك واحدين تحت ذاك يقال بعد اللي قاع أكثر تداول 31 مليون. احنا ذي اللي جبرنا الا باط ما هو ثلثيك 31 مليون معناه انه الذين يربطون نجاح العمل بتمويله اخطاوا والذين ايضا مارسوا الكذب البواح علينا احنا والولوغ في اعراضنا لهذا السبب ايضا اخطاوا ولا نقول عنه الله حسيبهم نقطه على السطر. الموضوع الثاني احنا
نتكلم هون بصفتي مدير إداري ومالي للمسلسل. الموضوع الثاني اللي نجح فيه مسلسل جمل الدهر عنه اليوم جميع المشاركين فيه ويتجاوزون 50 شخص، ما فيهم حد يسال وقية واحدة. ولأول مرة وراني أتكلم ما هو صاهم بصفتي مدير مالي وإداري العمل، بصفتي منتج وصاحب 20 سنة في المجال. هذا العمل اليوم ما يسال حد، 5 سوقيات من الناس اللي شاركوا فيه كاملة حصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة. هذا بعد اللي يقد يعود عامل من عوامل إنجاح العمل المولي. بالتأكيد أنا أتحدث الآن عن نجاحات العمل. حصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة. 2، هذا العمل لأول مرة وأقول أول مرة ويعني وتحمل مسؤولية أول مرة. لأول مرة المشاركين في عمل درامي في موريتانيا تربطهم عقود عمل واضحة تؤكد ما لهم وما عليهم مع جهة الإنتاج لأول مرة. والحقيقة هذا خلق المجموعة من الأسباب نرجع لها، أولها التعاون الكبير الذي أبدته وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ممثلة في شخصي معالي الوزير الدكتور سيد محمد الغابر الذي أولانا رعاية واهتمام كبيرين. والحقيقة لولا تعاون معالي الوزير وكافة طاقم الوزارة لما كان هذا النجاح. صراحة إدراك قاع تحية للوزير أيضا وقبعتي له، إدراك عن الثقافة غير محصورة في نمط كان معين عن المسلسلات والأعمال الدرامية والأعمال الكوميدية ويسلم الأعمال عنها أيضا من ضمن الثقافة، ويجب أن تكون الوزارة الوصية متحملة مسؤوليتها. صراحة تحية له. وهذا بالإضافة له لا ينضيفهم اللي تحية تقدير واحترام للإدارة العامة للتلفزيون الموريتانية وأيضا إدارة الإنتاج والبرامج وإدارة البرمجة لأنهم تعاونوا معنا تعاون كبير. ولولا لما ملاحظة زوينة قلتها واحدين على وسائل التواصل الاجتماعي ان المسلسل عوج رمضان، والواقع ان الناس من الاعمال كان سابقا ما قطع عاد يعوج حق عشات من 30 حلقه انا اللي هون عيد عند في بالاضافه ما يسمحي لي التوضيحات اللي لاه نضيفه اليوم واللي خالق مزايدات وعدلت علينا كان مصيوب عنها. احنا لا يزايد علينا لا في الوطنيه ولا فينا ما نمثل هذا المجتمع، لا يزايد علينا في ايضا في الشرع ولان حماه بيض. ما تناوله البعض من حول وجود شخص يديوز في العمل حقيقة كانت ظلم للعمل. العمل الشخصيتين اللي كانوا فيه اللي واحدة منهم توصف بهذا الوصف لا علاقة شرعية تربطها بالشخصية الأخرى، كانت علاقة مجرم ومجرمة في عمل أحداثه متخيلة طبعاً. وبالتالي ذيك الناس ذاك اللي عدلت الله حسيبها ذاك اللي عدلت والصايبة قاع عنه أيضاً أمه يثير في زون الموريتانية قاع محتوى ما ولا يقدم فيه ما وشي ما ولا يقع عن مسؤول عن المواد المحتوى اللي يبث فيه. صراحة أنا بعد باسمنا كامل وباسم الموريتانية شاكرينكم على هذا العمل وشاكرينكم عنكم اللي عوجتوا به رمضان التزام نادرا به، اللي دائما مسلسلات تجي حلقة جنتين وتنعل عدة إعادات بتحسب تجارب سابقة عيتانا نعيشهم في المؤسسة. من وقت ملاحظة بسرعة هذا العمل من نجاحاته أيضا على أن موريتانيا كاملة شافت فيه بلغاتها الوطنية كاملة. هذا العمل أهله اليوم ما فيهم حد يجبر الآخر ما حسيتي بأخوة وروابط وعلاقات وربما مودة غريبة جدا. كل التحية والتقدير للشخص اللي تعب وفتر حقيقة وكان العمل عبء عليه كامل هو مخرج العمل وكاتب سيناريو زيدان والفراح فعلاً. وكل التقدير حتى للناس الشوفرات اللي كانوا معنا ولا الناس فايتها عنه ما هو إلا ذاك اللي شوف التلفزيون. فعلا شكرا لكم جزيلا. فعلا عن الفريق أنا بعد من خلال تتبعي للمسلسل منين نشوف جنريك نشوف فيه ياسر من الأدوار ما كانوا أصلا معهودين من إدارة التصوير من مخرج مساعد من مخرج منفذ رغم أنه عود عمل محترف. الكاستينج وتنسيق المناظر ايضا وامور ده هي بعد قريبه شوي من اللي وعود محترف وتحيه التقدير بعد مولي على نساو عن والله الفنان الكبير والمبدع اعمر الكية والاسماء الكبيره الاخرى اللي موسيقى ايضا غير من امي ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل. الموسيقى التصويرية أيضا كان بالتأكيد الفنان الشيخ الحدني كان ما نقدر الحقيقة نذكرهم بالأسماء كاملة. هو فريق كامل
قدم صورة مشرفة للموريتانيين، بقات ملاحظة نرجو إن شاء الله مستقبلا عنه ما يعود خلق لهذا العمل إن شاء الله، تخلق أعمال خاصة إن شاء الله. وإحنا ديك 1 مليون اللي ما جبرنا يالتنا جبروه بين اللي استحقوا استحقوا قاع شي موجود هامنا إن شاء الله قاعد تجبر شي ماذاك، وبه اللي ذا النوع من الأعمال الاستثمار فيه من نشوف رقاش عمل مشجع صورة موريتانيا، هاي درون جابت صورة موريتانيا عام الآخر شاكل نوزي منه وإحنا كان فيه من الناحية الفنية كنت أختار شد أخبار هاي غير للأسف شديد الوقت، ونظرا عن عندنا مازلنا البث مازال متواصل لا لهنا ناخذهم عن المشاهدين الكرام، وشكرا لكم انتم جزيلا، وشكرا لفريق العمل كامل اللي قدم صراحه اول مره نشوف دراما والله زاد مسلسلات المحليه نشوف فيها ادوار مقنعه دائما، فيهم نوع من التنطع فيهم نوع من التطبع صراحه ما عشناها في الدور، هو المشكله الاساس اللي كانت تناقشوا صراحه مشكله ما خارج بيت موريتاني اليوم ما فيها منها نسبة، وتحية لكم صراحة وتحية للمشاهدين الكرام، وعيد مبارك سعيد، ونرجو عن هذا العيد إن شاء الله يتكرر علينا داير عن داير في ظرفية غير الظرفية الحالية، وراجين للمرضى الشفاء، وراجين للراحلين الرحمة والغفران، وراجين للمشاهدين الكرام كاملين أنهم يلتزموا إجراءات السلامة وإجراءات الاحترازية من حظر منزلي، من تباعد، من غسل الأيدي وتعقيمهم، من كمامات، وإلى لقاء بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.